البطاطا الحلوة من غير ولا شوي ولا كمان بشاميل، هنعملها مع بعض بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة، مفيش أسهل ولا أسرع من كده. هنعملها بطريقة حلوة أوي أوي أوي، سهلة جدا، مغذية جدا، والسر في مكون واحد بس هينقل طعمها لحتة تانية خالص، هيخليها ولا أروع. عمرك ما جربتي ولا هتجربي بطاطا بالحلاوة والطعمة دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف ايه هي المكونات وطريقة التحضير. اول حاجة معايا هنا كيلو من البطاطا مغسولة ومنقوعة كويس جدا جدا، طبعا علشان ما يبقاش فيه اي طينة او اي تراب لازق فيها، بنغسلها وننقعها كويس جدا جدا. نمسك بقى البطاطا بتاعتنا بقى نقشرها كلها، احنا مش هنشويها في الفرن ولا اي حاجة، هنقشرها ونسويها على طول. بنمسكها بقى كده ننضفها ونقشرها، واي حتة كده او كده طبعا بنشيلها منها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. نخلص بقى كل الكمية دي تقشير ونرجع لكم تاني. قشرناها واديناها غسلة كمان محترمة كده بعد ما اتقشرت وصفيناها من المية كويس جدا. نمسكها بقى ونجيب الحلة بتاعتنا اللي هنرفعها على النار، ونمسك كل كمية البطاطا ونقطعها مكعبات، مكعبات بقى صغيرة كبيرة زي ما انت عاوزة، بس اهم حاجة ما تبقاش كبيرة قوي علشان ما تاخدش وقت كبير في التسوية. هنمسك بقى كل البطاطا دي ونقطعها. طبعا انتوا عارفين ان البطاطا فيها الياف ومغذية جدا جدا لاولادنا، واولادنا فعلا ما بيحبوش الحاجات التقليدية، يعني ما بيحبوش البطاطا المشوية كده على طول، فاحنا نمسكها بقى نديها شوية حركات كده وشوية تكات علشان تعجب اولادنا كده. خلاص اهو قطعنا كل كمية البطاطا، خلصت معانا خالص. ننزل عليها بقى بنص كوباية من السكر، نص كوباية بس من السكر، عاوزه تقللي عن السكر كده مفيش اي مشكله، بس خدي بالك كمان ان البطاطا فيها نسبه سكر، للناس اللي بيحبوا سكر عالي شويه البطاطا بتبقى مسكره شويه، فما نزودش السكر اكتر من كده. وكمان حطيت حوالي كوبايه الا ربع من الميه، يبقى نص كوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من ايه، من الميه. هنرفع بقى كل المكونات دي كده على النار ونديها تقليبه صغيره خالص كده علشان بس نقلب السكر في البطاطا كلها، ونسيبها على نار عالية، وأول ما تبدأ تغلي بنوطي عليها النار شمعة صغيرة خالص ونسيبها لحد ما تستوي تماما، تستوي وتتهري كمان. ودي البطاطا بتاعتنا يا حلوين بعد ما اتشالت من على النار وشربت طبعا كل كمية المية، مبقاش فيها كمية سوائل خالص، وشايفين بالمعلقة أول ما بتدوسي عليها بتتهري معاكي ازاي، بتتهرس خالص من غير أي مجهود ومن غير أي حاجة خالص. احنا بقى عاوزين البطاطا توصل للتسوية دي، هي دي التسوية الصح بتاعت الوصفة بتاعتنا النهاردة. نديها بقى تقليبتين حلوين كده، نطلع البخار اللي فيها ده علشان بس تبرد شوية، وبالمرة نهرسها كويس معانا. شايفين مبيبقاش فيها اي تكتلات، مفيهاش اي حاجة خالص لان هي مستوية كويس جدا. نركنها بقى على الجنب كده تبرد شوية لحد ما نعمل الخليط بتاعها. هنجيب شفشق الخلاط العادي خالص. معايا هنا بقى هحط كوباية من الحليب، حليب عادي خالص بدرجة حرارة الغرفة، ولا ساقع ولا دافي. والمكون بتاعي اللي هيغير طعم البطاطا تماما هو الكريم كراميل. معايا هنا باكت واحد من الكريم كراميل، هنحط البودرة بتاعته وطبعا مش هنحط الصوص بتاعه. نمسكهم بقى نضربهم في الخلاط، هو ده سر الوصفة بتاعتنا النهاردة، سرها في الكريم كراميل، ريحته فظيعة، حاجة كده خرافة، بيخلي البطاطا طعمها ولا أروع، بيوديها في حتة تانية خالص. جبنا البطاطا بتاعتنا اهي بعد ما بردت شوية، برضو هي لسه فيها شوية بخار بس برضو مهما كان بردت شوية، اديناها برضو تقليبة كده، لازم نتأكد ان مفيش اي تكتلات فيها وان هي مهروسة حلوة قوي. ولو عاوزة تتأكدي اكتر ممكن تحطيها في الكبة بتاعتك وتديها ضربتين كده لحد ما تبقى بيوري خالص كريمية كده مفيهاش اي تكتلات، بس انا عارفة ان البطاطا بتاعتي مفيهاش تكتلات خالص لان هي مستوية كويس. نزلنا بقى عليها بالخليط، هي كوباية واحدة من الحليب مع باكت الكريم كراميل، ومفيش حاجة تانية خالص هتتحط. هنقلبهم بقى مع بعض كده، نمزج المكونات دي كلها في قلب بعضها لحد ما تبقى بالقوام ده، القوام البيوريه الناعم خالص ده، حاجة كده اللهم صل على النبي. نجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هتدخل الفرن ودهناها دهن زبدة حلوة كده عشان تديها ريحة حلوة كمان،
وهننزل بقى بالخليط بتاعنا كله، وادي ده هو قوام البطاطا بتاعتنا اللي احنا عاوزينه. احنا مش عاوزينه اتقل من كده ولا عاوزينه سايل خالص ميه، لا احنا عاوزينه بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. نبدأ بقى نوزع الخليط بتاعنا كله في الصينية بتاعتنا ونسويه، وطبعا ونسوي وشه كده نخلي الحاجة كده شكلها حلو كده. خلاص اهو الخليط بتاعنا كله اتوزع في الصينية وسويناها وظبطناها كده، خلاص مفيش حاجة تانية. مفيش طبعا في ابسط من كده، مكونات سهلة جدا بسيطة جدا مفيهاش اي حاجة خالص. عاوزة تزودي باكت فانيليا كمان ممكن تزودي، بس طبعا الكريم كراميل مش عاوز اي حاجة تانية خالص. همسك بقى رشة سكر خفيفة خالص علشان تديها بس لون من على الوش. هناخد بقى الصينية بتاعتنا دي وندخلها الفرن 10 دقايق من تحت، وبعدين نقيد عليها شوية لحد ما تاخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. عاوزين تفتحوا اللون شوية، عاوزينه حلو كده زي ما انتوا عاوزين، اللي انتوا عاوزين تعملوه اعملوه، بس عاوز اقولك الريحة طالعة رهيبة. هنسيبها بقى تبرد خالص وبعدين نحطها في التلاجة لحد ما تتماسك، ونرجع لكم تاني علشان نقطعها مع بعض. ودي الصينية بتاعتنا الحلوة الطعمة الجميلة اهي، بعد ما طلعت من التلاجة واتمسكت معانا خالص. خلاص بقى كده نبدأ بقى نمسكها نقطعها لقطع حلوة كده، ونشوف القوام من جوه عامل ازاي، وهل هي هتطلع قطع متساوية ولا مش هتطلع قطع متساوية. لا هتطلع قطع متساوية. نمسكها بقى نقطعها يا حلوين، حاجة كده والله العظيم اللهم بارك، تحفة جدا. تغيير، احنا عاوزين نعمل حاجات مغذية لأولادنا بس في نفس الوقت عاوزين نغير لهم طبعا علشان ما يزهقوش. الأولاد أكتر حاجة بيزهقوا منها الأكل التقليدي، فغيري لهم، غيري ونوعي وأكليهم كل حاجة مفيدة. شايفين بقى قوام البطاطا عامل ازاي، بتطلع القطعة متساوية ازاي، والصينية عاملة ازاي، مفيش حاجة لازقة فيها، مفيش حاجة محروقة من تحت، مفيش اي حاجة خالص، حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم جميعا يا رب العالمين. شايفين شكلها عامل ازاي، القطعة متساوية ازاي. نجيب بقى الصوص بتاع الكراميل اللي احنا كنا راكنينه على جنب، ونديها تزيينه حلوه كده. عاوزه تزينيها بجوز الهند، عاوزه تزينيها بشويه مكسرات، مش عاوزه تزينيها خالص، دي حاجه ترجع لك، حاجه ترجع لك انت وترجع لذوقك. انا اديتها شويه كده من الكراميل بتاع الكريم كراميل اللي بتاعنا، هو كده كده موجود. ودي حلوين شكل البطاطا بتاعتنا اهي بعد ما خلاص خلصت تماما. شايفين تحفة جدا، قوامها حلو قوي والطعم حلو قوي قوي قوي، تحفة كريمية وناعمة وجوسي تحفة جدا. وكده يا حبايب قلبي الحلوين يكون خلص معانا الفيديو النهاردة وخلصت وصفتنا النهاردة. طبعا لو عجبتك الوصفة ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو انت جديدة معايا، ويا رب عيلتنا تكبر اكتر واكتر واكتر.